السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكويريز ممكن أيضا مع الفايند نستخدم شغلات اللي نستخدمها إحنا في المقارنة، يعني يساوي قيمة معينة أو لا تساوي، أكبر من، أصغر من، أكبر من ويساوي، أصغر من ويساوي، أو إذا كانت من ضمن أري معينة. فراح تلاحظ بعض الأشياء اللي موجودة في الكويريز، على سبيل المثال الـ GTE اللي هو قصده اختصار لـ greater than or equal، أكبر من ويساوي. LTE اللي هو less than or equal ممكن استخدامه، يعني مثلا إذا أجي هنا، هذا إذا أخذته اللي هو موجود في داخل من، في داخل الـ find، فهذا أقدر أنه أخذه، أو ليش أخذه، خليني أجي أصنع هنا، عندك هنا مو عند find، فأقدر بالفايند أخذ كوبي من الفايند، هذا ما راح أحذفه حتى يبقى من ضمن ملفات المشروع. أجي هنا في هذا الفايند، شو أقول له؟ مثلا أنه هنا أنا ما أريد أعمل، مثلا هنا عندك السورت باي نيم أند age، تمام. عندك مثلا الأيج، أقدر شو أقول له؟ أخليه في داخل object، اعمل object في داخل ال age، وهنا أنا مثلا اقول greater than، اجي اعمل dollar sign لان هو متغير، تمام، great sorry dot greater than 36. هنا ايش دا اقول له؟ جد لي الاسماء اللي راح يكونون هم اكبر من او يساوي 36. فنيجي نعمل هنا save and نجي هنا، لاحظ عندنا منو connected، هنا طلع لي منو، طلع لي محمد عيسى، لأن محمد عيسى هو 36 أكبر أو يساوي، هو ليس أكبر من 36 لكنه يساوي 36، لهذا أعطانا إياه. خلينا نجي نكتب هنا 44، أكبر أو يساوي 44. لاحظ رجع لي empty array، لأن ما في عندك في الداتابيس شخص أكبر من يعني أكبر من 44 أو يساوي 44. فهذا النوع من المقارنات أو هذه المقارنات الموجودة في المونجوز تفيدنا جدا في عملية الفلترة، لما نريد نبحث مثلا نقول less than or equal، شلون راح يكون LTE أقل أو يساوي 44، راح يطلع لي كل الأسماء. لاحظ طلع لي أحمد صلاح، طلع لي علاء، طلع لي إسماعيل، طلع لي محمد عيسى. ليش؟ لأن كل هذول الأسماء أعمارهم هم أقل من من؟ أقل أو تساوي 44، هي لا تساوي 44 لكن هي أقل من 44. زين، فعندك تقدر تعمل ال LTE اللي هو less than، والعكس مالته greater than or equal. طبعا هذا less than or equal، أصغر من أو يساوي، هذا أكبر من أو يساوي. وعندك أيضا إذا ما تريد اللي يساوي شيل حرف الإي، فهي شنو؟ هي أصغر من ال LT، معناتها less than، أصغر من ال GT، معناتها أكبر من، إذا ما تريد تستخدم اليساوي معها. وتقدر أيضا تستخدم ال EQ اللي هي تساوي، يعني هنا إذا جينا قلنا مثلا 33 وجينا استخدمنا بدل هذا EQ، معناتها أنه العمر اللي يجب أن يساوي 33. فهنا أنا راح يطلع لي بس ثلاث أسماء، محمد عيسى غير موجود، لأن محمد عيسى 36 وليس 33. فعندك أصغر من أو يساوي، أكبر من أو يساوي، أصغر من، أكبر من، يساوي، تمام. في عندك أيضا الـ N ضمن هذا array، يتعامل مع array، يعني ممكن أقول له هنا بدل الـ EQ N من ضمن، وأنطي له هنا شنو؟ أنطي له array، أقول له مثلا من ضمن 33 أو 36، أنطي له array كقيمة. فمن أجي هنا ألاحظ أنطاني كلتهم، ليش؟ لأن أحمد 33، علاء 33، إسماعيل 33، محمد 36، فأنطى من هذا القيمة. زين، خلي اكتب هنا مثلا 1، من 1 عندك 1 و36، أيضا رجع لك شنو؟ محمد. ليش؟ لأن 1 ما عندك، يعني أنت يا ما عندك القيمة 33 يا ما عندك 36، تمام؟
واحد غير موجود بالعمر. ف33 36 راح يجيب لك كل الاعمار اللي هي ب33 وكل الاعمار اللي هي 36. طبعا العكس مالته اللي هو NIN مفروض ما يكونوا من ضمن هذا العمر. NIN فمن ارجع هنا الاحظ رجع لي شنو MPTRA صح؟ ليش؟ لانه انت الاعمار اللي موجوده في الداتابيس كلها 33 او 36، فانت من تطلب من عندي ان ارجع لك الاعمار اللي هي غير موجوده ك 33 و 36 فاكيد ما راح القى نتيجه بهذه الصوره. او مثلا اذا تريد تثبت هذا الشيء ممكن تشيل 36 مثلا، مفروض انه الاعمار ما تكون 33، فهنا راح تلقى بس يرجع لك محمد. ليش؟ لان البقيه 33. فهذا ال NIN او ال NN عكس ال N. هذه مجموعة مقارنات تستفاد من عندها لما تجري بالبيانات، وتفيدك ايضا في مراحل تجي تعمل مثلا فلتر في الداتابيز، فهذا يسهل لك الامور. يعني ما حاجة انه تعمل فانكشن كبير والى اخره من الامور، هاي تقدر تستخدمهم. لهنا نوصل نهاية الدرس، نكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامة.